هاي يا ميمتي، توصيني شيء من جدة؟ أبي سلامتك يا نظر عيني، بس واللي سلمك يبا، أول ما توصل اتصل وطمني. أبشري أمي على هالخشم. يسلم خشمك. الله يخليك. وأنت يا أسمة، تبين شيء من جدة؟ إي والله وأنا أختك، أبيك تشوف لي أغراض هناك بجدة، حقت المشغل اللي أنا ناوية أفتحه. طيب، جدة نفس الرياض، خذيها من الرياض من هنا أرخص بعد. وراك تسألنا إيش تبون؟ يا بنت الحلال ذا يسمونه برستيج، برستيج. يعني كل واحد يسألها هل بتبون شيء وأنا جاي ولا شيء، ومو شرط ترى يجيبه. يا بعد قلبي، زين ومو بيوصلك المطار؟ يما محمد خويي بنروح بسيارته المطار وبنوقفها هناك. طيب ايش رايك تتصل على اخوك حمد يوصلك المطار وتخلون سياره صديقك محمد هنا عند البيت؟ وليه يما نشق على اخوي محمد اخر الليل؟ حنا كلها يومين وراجعين، بناخذ عمره ونتمشى في جده ونرجع، سيارتنا تحترينا في المطار. اللي تشوفه وانا امك. اوه نسيت اقول لك يما، ترى مرت عمك متصله علشان تحدد موعد ملكتك وزواجك على بنتهم. أبشري يا ميمتي، أنا بكلم عمي إن شاء الله وأقول له إن الملكة بعد شهر والزواج إن شاء الله يكون في الصيف، حسا إن شاء الله أكون لقيت لي وظيفة. أزين يما، يكون بعد توظفت يا يما وتعينت، ما يصير يا يما الواحد يتزوج وما عنده عمل. دامك تقول الرياض زي جدة، أجل جيب لنا معك سمك. هنجيب لك سمك يا أختي. طاقة الحوال لو سمحت. سم يا ابوي. بالله شوف لي مقعد جنب الشباك تكفى. ابشر ابشر. بغت تفوتنا الرحلة من نقاط التفتيش اللي على الخط. مرور ثم شرطة، شرطة ثم مرور. والله انك صادق، ولا كأنه في ناس مسافرين وناس ممكن يتعطلوا، حتى الناس اللي بيتمشوا، والله هذه حالة. تفضل، على بوابة 26 أعلنوا النداء الأخير على الرحلة. شفت؟ بغت تفوتنا الرحلة. يا أخي فال الله ولا فالك، ترى الرحلة هذه بنروحها بنروحها، حتى لو أشيلك معايا كعابي. يلا نمشي. يلا. من اثباتك؟ قصك البطاقة؟ اي نعم موجودة. معليش بسرعة يا خالد، الرحلة بتقفل ترى. يا اخي ما ادري وين راحت ذي يا شيخ. يا اخي دور لها في جيبك هذا ولا الثاني ولا يمكن في المحفظة. ما في شيء. اوه الظاهر اني نسيت عند موظف الخطوط اللي هناك. ابى اروح اجيب واجي بسرعة. ها طيب ايش رايك انا بكلم الكابتن ينتظرك طال عمرك لين ما تجي. يا ليت والله. يا ليت تستخف دمك، تبغى تجلطني انت؟ ايش العالم ذول يا اخي؟ قسما بالله اني معطيك اياها وهذا اخر خبري فيها. يا اخي انت ناوي تبلاني ببطاقتك، اخذها شو اسوي فيها؟ انا ما قلت انك ما اخذها، انا اقول لك دور هنا ولا هنا يمكن تلقاها طايحه. يا اخي دورت قدامك وهذا الكاونتر ما في شيء، تضيع بطاقتك تتبلاني. يا عزيزي انا ما تبليتك، بطاقتي عندك، شوفها موجوده ولا لا؟ لو سمحت وخر، ترى المسافرين وراك، اشغلتنا واشغلتهم، لو سمحت وخر. ماني بموخر يا اخوي، انا ابي بطاقتي عندك، عطني اياها. ترى باضطر اني انادي العسكري. يعني تهددني بالعسكري؟ هيا نوريك انا.